السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة من خلال الاشتراكات والإعجاب والتعليقات ديالكم من أجل التطور وتقديم الجديد حول أخبار كرة القدم المغربية والدولية، وشكرا والله ولي التوفيق. قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إيفانتينو مقترحات جديدة من أجل تطوير الكرة الإفريقية كتعديل مواعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية بتنظيمها كل 4 أعوام بدلا من عامين، كما اقترح أيضا إنشاء بطولة جديدة للأندية الإفريقية، ودعا رئيس الفيفا للتفكير جديا في إحداث مسابقة جديدة للأندية تحت مسمى دوري السوبر الإفريقي، وجاء ذلك أثناء حديثه في ندوة أقيمت أمس في الرباط عن كيفية تطوير البنية التحتية ومنافسات كرة القدم الإفريقية. وفي ندوة أقيمت في الرباط عن كيفية تطوير البنية التحتية ومنافسات كرة القدم الإفريقية، كشف رئيس الفيفا عن استراتيجية مشتركة بين الفيفا والكاف لرفع مستوى كرة القدم في القارة، تركز على تحسين 3 جوانب رئيسية: التحكيم، الاستثمار، وتطوير البطولات. وقال إيفانتينو أثناء إلقاء كلمته على الحاضرين في الرباط: الفكرة هي تنظيم مسابقة إفريقية تضم أقوى الأندية في القارة، تضم ما بين 20 و24 فريقا، أي بمعدل فريقين من كل بلد. إنشاء هذا النوع من المسابقات سيجعل كرة القدم بإفريقيا تدخل ضمن أفضل 10 مسابقات قارية في العالم. ويرى رئيس الفيفا أن إقامة دور السوبر الإفريقي سيعود بأرباح كبيرة على الأندية والاتحادات القارية، وقد يصل المبلغ الإجمالي للأرباح إلى 200 مليون دولار سنويا، مطالبا في نفس الوقت ممثلي الاتحادات الكروية بإفريقيا إلى العمل على هذه الفكرة وتطويرها لتصبح واقعا جميلا تعيشه كرة القدم الإفريقية. كما أوضح إيفانتينو أنه يعمل جاهدا رفقة مسؤولي الكاف من أجل إعادة رعاة رسميين للبطولة الجديدة، قصد ضخ ما يقارب 20 مليون دولار في خزينة كل نادي من الأندية المشاركة فيها سنويا، بجانب استثمارهم الرعاة في تشييد الملاعب وتجهيز البنيات التحتية في معظم الدول، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات المرتقبة لتطوير كرة القدم الإفريقية قد يصل إلى 3 ملايير دولار. واختتم إيفانتينو تصريحاته مؤكدا أن الاتحاد الدولي جاهز للاستثمار في البطولة الجديدة لتصبح رائدة على مستوى العالم وليس على المستوى الأول، وتطويرها لتصبح واقعا جميلا تعيشه كرة القدم الإفريقية. كما أوضح إيفانتينو أنه يعمل جاهدا رفقة مسؤولي الكاف من أجل إعادة رعاة رسميين للبطولة الجديدة، قصد ضخ ما يقارب 20 مليون دولار في خزينة كل نادي من الأندية المشاركة فيها سنويا، بجانب استثمارهم الرعاة في تشييد الملاعب وتجهيز البنيات التحتية في معظم الدول، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات المرتقبة لتطوير كرة القدم الإفريقية قد يصل إلى 3 ملايير دولار. واختتم إيفانتينو تصريحاته مؤكدا أن الاتحاد الدولي جاهز للاستثمار في البطولة الجديدة لتصبح رائدة على مستوى العالم وليس على المستوى الإقليمي. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، والتي أقيمت في السودان في إطار لقاء الجولة الأخيرة في منافسات دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. وشهدت مباراة الهلال والأهلي أحداثا كبيرة من الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب مع النصف الثاني من شوط المباراة الثاني، اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي لكرة القدم كاف فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري،
والتي أقيمت في السودان في إطار لقاء الجولة الأخيرة في منافسات دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. وشهدت مباراة الهلال والأهلي أحداثا كبيرة من الشغب بعد أن تواجد عدد من الجماهير داخل أرضية الملعب مع النصف الثاني من شوط المباراة الثاني اعتراضا على القرارات التحكيمية من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة، وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل الأمن السوداني والذي نجح في السيطرة على محاولة الاعتداء على حكم المباراة والتي توقفت إلى ما يقارب 13 دقيقة كاملة بسبب هذه الأحداث غير الرياضية. وينتظر الكاف تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة قبل أن يتم عقد جلسة طارئة من قبل لجنة المسابقات المنظمة لبطولة دور أبطال إفريقيا من أجل اتخاذ عدد من القرارات القوية تجاه الفريق السوداني تجنبا لتكرار هذه المباريات المستقبلية من البطولة بمحاسبة موقع صدى البلد. ومن جهتي يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ضرورة تطبيق لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على الهلال السوداني واحتساب نتيجة المباراة لصالح المارد الأحمر. وقال عبد الحفيظ بعد المباراة: لوائح الاتحاد الإفريقي واضحة وصريحة ويجب أن تطبق على الهلال. وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي: اللائحة تقول إن أجبر حكم المباراة على تكملة المباراة بعد إيقافها قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب اقتحام الملعب يعتبر الفريق المضيف خاسرا. وتابع الاتحاد الإفريقي: طبق اللائحة في وقت سابق على الإسماعيلي ويجب أن تطبق الآن على الهلال، ننتظر ما سيفعله الاتحاد الإفريقي. وتابع: كنا نلعب في تكنة عسكرية وأجواء غير طبيعية، وتم أتم بكل تأكيد سيكون هناك تحرك من إدارة الأهلي. وانتهت مباراة الأهلي والمصري والهلال السوداني بالتعادل الإيجابي بكل هدف لكل منهما، ونجح الأهلي في حجز تذكرة التأهل إلى ربع نهائي بطولة دور أبطال إفريقيا. بات ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط الأقرب لاحتضان مباراة المنتخب الوطني وإفريقيا الوسطى في مارس المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون في يناير 2021. وكشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الملاعب مرشحة لاحتضان هذه المباراة وبينهما ملعب مركب محمد الخامس في البيضاء وملعب طنجة الكبير، إلى أن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الأقرب لاستقبال منتخب إفريقيا الوسطى بالنظر إلى جودة أرضيته بعد خضوعه لإصلاحات في الفترات الأخيرة. وتواصلت جامعة الكرة بمراسلة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف تطالبها بتحديد تاريخ ومكان مباراة إفريقيا الوسطى في مارس المقبل حتى يتسنى للمنافس اتخاذ كافة ترتيباته التنظيمية واللوجستيكية المتعلقة بتذاكر سفره إلى المغرب والإقامة وموعد انطلاق سيادته التحضيرية. وقررت الجامعة في وقت سابق اختيار العديد من الملاعب الوطنية لاستضافة مباريات الأسود بعدما ظل الأمر مقتصرا على ملاعب مراكش، إذ وجه المنتخب الوطني ليبيا بملعب الشرابي في وجدة والغابون في ملعب طنجة قبل أن يستضيف منتخب موريتانيا بملعب الرباط. من ناحية ثانية يتجه وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني إلى استدعاء محترفين جدد لمباراة إفريقيا الوسطى بسبب تراجع مستوى العديد من اللاعبين الذين فقدوا الرسمية رفقة أنديتهم. وينتظر خليلوزيتش تقريري باد الزاكي والطوسي عن جولتهما بفرنسا حيث يلتقيان محترفين جدد من أجل الحسم في اللائحة التي سيكشف عنها في مستهل مارس المقبل. ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا مناصفة مع موريتانيا بأربع نقاط لكل منهما جمعهما من تعادل أمام موريتانيا دون أهداف بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط وفوز على مالاوي بثلاثة أهداف لصفر.